السلام عليكم. اليوم نعرفكم بإقامة جديدة تقع في أعالي مدينة الجزائر العاصمة بمنطقة حيدرة، وهي طراز رائع. هذا هو النوع تاع يعني الإقامات الراقية اللي نحب نشوفها في كل ولايات الوطن. وهذا النوع تاع البناء يعني هي في الحقيقة والله ما يكلف كثير. واش يكلف؟ يكلف شوية تفكير وشوية ذوق، هذا ما كان. أما ما قضية يعني البناء وطريقة البناء، ويكلف كذلك مساحة يعني يأخذ يعني حيز كبير من المساحة. وهذا هو الشيء اللي ما يخش حنا في البلد في الجزائر. عندنا المساحات ما شاء الله يعني في كل ولاية الوطن. حبذا لو نمشي في هذا الاتجاه ونطور يعني النمط العمراني تاعنا، وخاصة في الإحياء، مش في المركز المدينة ولا على مراكز المدينة، لكن على لي زون بيريفيريك ممكن نطور هذا النوع من البناء. نخليكم تتمتعوا بالمشاهدة بهذا النمط الراقي نتاع البنايات والديكور كذلك، والعصري هو في الأساس عصري. إذن السلام عليكم.